هنراجع بقى مع بعض خطوات الهاند اكزام، وزي كل الجوينت اكزام في روماتولوجي بنمشي خطوات لوك فيل اند موف. في لوك بنبص على اربعه، بنبص على سكن سويلنجز، على ماسل ويستنج اند ديفورميتيز. في السكن وبنبدا كده نبص من عند الضوافر في كل الصوابع على ديجيتال ألسرز هنا كده وهنا في كل الصوابع، على كالسينوزس بنبدأ نبص حوالين الضوافر كمان على بيري أنجوان إريثيما، بص على تيلانجيكتيزيا، نبدأ نبص على الضوافر نفسها النيلز فور نيل بيتنج ريدجينج سواء ترانسفيرس أو فيرتيكال، على أوباسيتيز وعلى سب أنجوان هايبر كيراتوزيس. بعدين نبدأ نبص على الجلد كله فور ألوان بقى، أحمر زي إريثيما، نبدأ نبص على بيربرا، نبص على إكموتيك باتشز، هايبر بيجمنتيشن، هايبر بيجمنتيشن أو إني راش أوف إني تايب. كمان مهم كمان نشوف في السكين، في كتير من عينين الروماتويد بيبقى السكين كده ثين وأتروفيك. كده احنا بصينا على السكين، يبقى كويس خالص لما نقلب بقى الإيد كده وكده ونبدأ نبص على بالمر إريثيما. فيكسد ريدنس بيبقى موجود على ثينر وهايبر ثينر إمينس والبيز بتاع الميتاكاربال مع بالمر في النص، بالمر إريثيما، وتبقى كويس خالص لما كمان تبصلي على السكار بتاع الريليز اوف كارباتاين سندروم. مرة تانية أنا بصيت على سكين أمر بسيط، فجبت من بعيد خالص بدور على ديجيتال ألسرز، بدور على كالسينوزس، بيري أنجوان إريثيما، تلانجيكتيزيا، وبص على الضوافر نفسها فور ريدجينج بيتنج اوباسيتيز كمان سب انجوال هايبركيراتوزيس. بنبص على الجلد بشكل عام فور إريثيما فور بيربرا إكموزيس هايبر بيجمنتيشن هايبر بيجمنتيشن او اني راش اوف اني تايب. وبعدين بنقلب الايد بنبص على بالمر إريثيما والسكار بتاع الريليز اوف كاربال تانل. بعدين بنبدا نبص على سويلنجز بتيجي من عند الريست وتبدأ تدور على الانتيرور ديسبليسمنت او البرومنس بتاع هيد اوف النا او هيد اوف ريديس في الناحيتين، زي هنا كده شويه وزي هنا كده شويه ولسه هانبالبيت. انزل بقى شويه وشوف لي كده سويلنجز على مستوى الميتاكارب وفالنجال جوينتس، وبنطلب من البيشنت يعمل ايده كده كلوز الفيست او يفلكس الميتاكارب وفالنجال جوينتس، وبتبدأ تنسبكت الاندنتيشنز ديت اللي في البيشنتس بتوع الساينوفايتس روماتويد ارثرايتس. بتبدا تبقى دي فيلد، الاماكن دي تبدا تبقى مش واضحه، البيشنت بتاعنا شويه هنا اهو مفيش اندنتيشن، اوكي كمان في الجزء ده شويه هي بس انيبل ان هي تفكس بشكل كويس. وبعدين تبدا تطلع على مستوى الاي بيز وندور على سويلنجز بعيننا كويس. كلكم قريتوا في النظر الداكتلايتس والسوسج سويلنج اوف ذا فينجر، في سويلنجز كمان ممكن تبقى ملحوظه وتتحس كمان على مستوى الدي اي بي والبي اي بيز اللي هم البردن نوديولز وبوخارت نوديولز. وبعدين ترجع تنسبكت كل الدورسال اسبيكتس كده، تعمل كده ونسبكت كل الدورسال ده فور بوسيبل سبكوتينيوس اوكي روماتويد نوديولز. جميل، يبقى بعد ما بصيت على سكين، بصيت على السويلنجز على مستوى الريست، على مستوى الام سي بيز، وعلى مستوى الفينجرز والاي بيز الدي اي بي والبي اي بيز، ورجعت دورت على السبكوتينيوس نوديولز. وبعدين شوف ماسل ويستنج، ماسل ويستنج بقى على مستوى الانتر اوسي اي جاترنج زي هنا كده شويه، بص كمان الناحيه الثانيه، نقلب ونبص على مستوى زي هنا كده لوس على مستوى الثينر والهايبوثينر ماسلز، هنا واضحة أكتر اهو كده الويستنج بتاع مين؟ بتاع الثينر ماسل ويستنج اللي بيشاور على الكرونيك ارثرايتس ونقص الحركة لفترة طويلة. وبعدين ديفورمتس، ديفورمتس بقى نجيبها من أول هنا كده اوكي، الفولر ديسبليسمنت ده عند مستوى الريست، نيجي على مستوى الصم عند الزد شيبد ديفورميتي اوف ذا ثام اهي، عندنا كمان البالمر ديفيشن اوف ذا فينجرز. يبقى انت لو جاي من هنا تشوف الديسبليسمنت بتاع الفولر ديسبليسمنت بتاع الريست، نشوف هنا الزد شيبد ديفورميتي اوف ذا ريست اوف ذا ثام، نشوف البالمر ديفيشن بتاع الفينجرز. وبعدين عندنا بقى حاجه زي ده كده اللي اسمه سوان نيك، تقرب لو هنشوف كده احسن، هايبر اكستنشن على مستوى
البي اي بي وفليكشن على مستوى الديستال انترفليجن جويت. ممكن كمان نشوف زي ده عندي فليكشن على مستوى البروكسيمال وادي اكستنشن على مستوى الديستال. ده اسمه سوان نيك، ده اسمه بوتينيه. بس لما اجي ابص هنا الاقي فليكشن وفليكشن وان كوركتبل، ده مالت فينجر، فعندي زد شيبد ديفورميتي اوف ذا ثامب، وعندنا هنا سوان نيك، وعندي هنا بوتينيه، وعندي هنا مالت فينجر. ممكن نشوف هنا كمان ده وده فيهم سوان نيك لو جينا بصينا من الجنب كده شويه، سبيشالي ده. اوكي هنا كمان. اوكي عندي كمان حاجات تانية ممكن تبقى موجوده بس مش هنا، زي الاراكنودكتري، ان الصوابع كلها تبقى رفيعه وطويله شويه كده زي في حاله مارفان سندروم. عندنا كمان السكليرودكتري، ان زي حالات السكليرودرما هنشوفها ان شاء الله مع بعض، والصوابع تبقى فيكسد في سيمي فليكشن بوزيشن بالشكل ده، اسمه سكليرودكتري. بس احنا شفنا الديفورمز اللي عندنا. فلوك بصينا على سكن، شفنا كمان سويلنجز ومسلز اند ديفورمز. بعدين عندي فيل، وتبدا فين التمبرشر، نيجي من فوق كده ثانيه واحده دي حس ده، نرجع نحس على الجوينت، نحس كده بروكسيمال، نحس على الام سي بيز، نحس تاني بروكسيمال، نحس على البي اي بيز. كويس ده كده تمبرشر. وبعدين عندي تندرنس اند سويلنج، بنعمل الاثنين تقريبا مع بعض. الريست نبدا كده سلايد بريشر هنا كمان لاترال شويه، طبعا انت بتحس تحت ايدك سويلنجز اللي ممكن تبقى سوفت تنزل معايا كده، ده بتاع الساينوفايتس، ممكن تبقى سيستك لو في فلكتويشن، او ممكن يبقى فيرم لو اكتر بوني. في نفس الوقت كمان انت بتراقب الرياكشنز على وش البيشنت وبتقول له لو حسيت بالم ممكن تقول لي عشان نشوف لو في تندرنس ولا لا، ونقدر نعمل له جريدنج. نفس الكلام هنا، حس هنا على الريست برضو تحس فيه شويه ويدراول مع البيشنت، وهنا كمان شويه لاترالي. على مستوى الام سي بيز بنبدا ادي كده الجوينت مش هنا، لا تحت الام سي بي ده تقريبا بسنتي، ونبدا بالصباعين دول برضو نحس ونضغط ونستقبل بالتاني. نفس الكلام هنا كده شويه، تكون كده شويه ونحس هنا. اوكي وانت بتراقب برضو الفيشيال اكسبريشنز. لما اجي بقى على مستوى الاي بيز بيبقى فيه صباعين من الجنب، واحد فوق واحد تحت، برضو نضغط شويه اللي بالعرض وبنحس اللي فوق، ونفس الكلام نبدل، نبدا نضغط كده شويه ونبدا نستقبل باللي ترانسفيرس. نفس الكلام على مستوى ده. وبعدين على مستوى كل الانترفلنجال جوينتس صباعين بالعرض وصباع كده من فوق ومن تحت. يبقى مره ثانيه ده كنا كده وكده، الام سي بي ستيبني شويه وعلى الجوينت سبيس هنا كده، وبعدين الانترفلنجال جوينتس اثنين بالعرض وكده. اوكي واثنين فيرتيكال بالشكل ده. اوكي وتحس فور سينوفيال ثيكنينج، تحس فور سويلنجز، وتدور على التندرنس اند سو اون في كل الصوابع. نيجي بعد كده لجوينت كريبتس، ونقف على الجوينت لاين ونطلب من البيشنت يعمل فليكشن اند اكستنشن، وبعدين نتحرك للجوينت اللي بعده نسال البيشنت يعمل فليكشن اند اكستنشنز. وكل ما تقرب بقى ديستال اكتر تستخدم صباع واحد اندكس فينجر وتحس زي ما محسوس هنا كريبتس. يبقى تمبريتشر وبعدين التندرنس. اوكي وبعدين الكريبتس. نيجي بعد كده لموف، وموف عندنا في الاول بنطلب من البيشنت انه يعمل فيست، حاول تعملي كده. والفيست انا عندي هنا بقى حاجه مهمه جدا، لو انا عملت كده المفروض الفيست تلاقي الضوافر دي كده مش باينه. اوكي طيب في الحالات بتاع البيشنت بتلاقي امبرفكت فيست، انه يا اما ايزر مش قادر خالص تعملها اور الضوافر باينه بالشكل ده. اوكي فيست في حاجه مهمه جدا كمان ممكن تتعمل، بنش تيست. البنش تيست ده ان احنا نجيب عمله او حاجه نحطها هنا ونطلب من البيشنت ان هو يحاول ياخدها، هتلاقي البيشنت مش قادر. فالفيست بنش الجريب، حاول تقفلها صوابع كده ما تبقاش شفتها اهو كده هنا مفيش. لو قدر يعملها من الناحيه دي بنتست كمان من الناحيه الثانيه، من عند الثينر ومن عند الهايبوثينر في الناحيتين. فيست بنش جريب اوبوزيشن، حاولي كده تقابلي طرف صباعك الكبير بطرف صوابعك الصغيره هتلاقي فيلد. كمان نقدر نشوف تقدر تضم صوابعها وتفنطها ولا لا، حركه الانتر اس اي الدورسال والبالمر انتر اس اي. ممكن كمان لو قادره بنجيب ورقه ونحطها ما بين الصوابع ونشوف قادره تقفل عليها ولا لا.
يبقى احنا شفنا كمان الفيست، شفنا البنشنج، الجريب، الاوبوزيشن، والبالمر والدورسال انتر اوسيال. حاجه كمان بنطلب من البيشنت يعمل البراير ساين، ضم ايديها كده شويه ونشوف اذا كان قدرنا نعمل فول اكستنشن ريست ولا لا. اذا كنا نطلب كمان ريفرس البراير بالشكل ده ونشوف بنقدر نعمل فول فليكشن ريست ولا لا. طبعا واضح ان حركه الريست هنا متاثره بشكل كبير جدا، والتست ده ممكن نستخدمه از افالن تست، يعني نستنى لمده 30 ثانيه ونشوف اذا كان هيبدا البيشنت ريبورت اذا كان في تنجلنج ونوبنس بيحصل في اللاترال او الاوتر 3 صوابع ونص. كويس. وبعدين حاجه كويسه كمان ان احنا نبدا نحط ايدينا كده على الفليكسور تندون وناخد كل صباع فروم فول فليكشن تو اكستنشن وبندور على التريجر فينجر. طبعا هنا في صعوبه شويه بسبب الديفورمتس اللي عامله فيكسيشن لحركه الصوابع. اوكي كويس جدا كده خلصنا لوك وفيل وموف والاكزامينشن اوف ذا هاند ان فول. شكرا جدا.